في انتروداكشن عن النيتال انفكشنز هتلاقوها موجوده في الكتاب، ما كانتش موجوده قبل كده. النيوناتال انفكشن بتاكونت فور 10% اوف نيوناتال مورتاليتي اند موربيديتي، يعني ده سيكتور عريض من الاطفال بتموت علشان النيوناتال انفكشن. الريسك فاكتورز الموجوده في النيونات، اشمعنى النيونات اكثر سسبتابيلتي من الاطفال الكبار في الانفكشن؟ عشان مجموعتين من الاسباب. الاولانيه ديفكتيف ايمن سيستم، ده موجود عندكم على فكره ديفكتيف ايمن سيستم. ثالثا اناتوميكال فاكتورز موجوده في الجسم بتاع الطفل النيونات. الديفكتيف ايمن سيستم في عنده ديفكت في كل انحاء الايمن سيستم، عنده بقى ديفكتيف كومبلمنت ضعيف، بروبرتين سيستم اللي بينشط الكومبلمنت ضعيف، فاجوسيتك سيستم ضعيف، الانتي بوديز مفيش الماتيرنال اي جي ام، لان الماتيرنال اي جي ام انتي بوديز يعني في انفكشنز معينه الاميون ريسبونس بتاعها في جسمنا اي جي ام، الاي جي ام ده ما بيعديش من الام للطفل لانه لارج، لانه لارج مالتي ميريك، مالتي ميريك اللي هو اللي بيسموه بنتا ميريك مولكيول كبير ما بيقدرش يعدي من البلاسينتا، هيبقى ديفكتيف. كمان يا جماعه السيم ميدييتد اميونيتي بتحتاج ان الطفل يتعرض لانفكشنز كذا مره عشان يبقى في ميموري سيلز من التي سيل ليمفوسايت، برضه دي بتبقى ديفكتيف مش موجوده في الاطفال كويس. يبقى في عندنا ديفكت لونجيتيودنال ديفكت بتبقى موجوده في الايميون سيستم كله على بعضه. الحاجه الثانيه ان السيرفس الاناتومي بتاع جسم الطفل بيخليه عرضه اكثر انه يدخل في ريكارنت انفكشن او يبقى بريدسبوز تو انفكشن. السكين الديليكت ثين ديليكت سكين في الاطفال، اللارج سيرفس اريا بالنسبه لوزنهم، يعني الوزن 3 كيلو على سيرفس اريا بتبقى سيرفس اريا بيبقى كومباراتيفلي اعلى اكثر من الوزن بتاع الطفل، فده برضه بيدي مساحه ممكن الاورجازم يدخل من اي حته. ثالث حاجه البورتال اوف انترز، في عنده امبليكال ستامب ممكن يدخل منها العدوى. في بعض الكونجنتال انوماليز اللي هتيجي بعد كده، في بعض الكونجنتال انوماليز ان شاء الله اللي هتيجي بعد كده اللي ممكن تدخل عدوى للطفل هنشوفها في ستيبس، زي مثلا عنده منينجيو مايلو سيل، عنده منينجيو سيل، سباينا بيفيدا، عنده كونجنتال انوماليز تراكيوسوفيشيال فيستولا بتعمل ريفلكس، او مثلا عنده بايلاترال كليفت ليبند بلس، هيبقى عنده مشاكل اناتوميه تقدر تبريدسبوز الطفل ده انه يدخل في ريكرنت انفكشن. التقسيمه بتاعتها في انفكشنز كلاسيفيكيشن، في انفكشنز كونجنتال الطفل بيتعرض لها انترا اوتراين او اثناء الدليفري، دي بنسميها كونجنتال انفكشنز. البوست نيتال انفكشنز ممكن تبقى حاجات فوكال، ممكن تبقى حاجات فوكال زي اوتايتس ميديا زي نمونيا، وممكن تبقى حاجات سيستميك سيبتسيميك مانيفستيشن زي النيتال سيبتسيميا، الجسم كله بيبقى انفيدد بالميكروب، او المينينجايتس. والمينينجايتس دي يمكن هي شكلها فوكال، لكن هي غالبا معظم النيتال المينينجايتس بتبقى جزء من سيبتسيميك مانيفستيشنز موجوده في جسم الطفل كله على بعضه. المودز اوف ترانسميشن تورش هناخدها، ما هو ده كل ده جاي تورش، توكسوبلازما، روبيلا، اذرز، سايتوميجالو، هيربز، سيمبليك 52، الكلام ده ان شاء الله كله جاي هيتشرح الديتيلز بعد كده. المود اوف ترانسميشن ممكن الطفل ياخد العدوى دي بري نيتال او نيتال اثناء الدليفري او بوست نيتال بعد الولاده. البري نيتال والنيتال المشاكل بتبقى في الام، بري نيتال انفكشن او نيتال المشاكل بتبقى من الام، الميكروب جاي من الام رايح للطفل. بوست نيتال المشاكل بتبقى يا اما من المستشفى يا اما من الكوميونتي، ملهاش علاقه بالام خالص. ماشي؟ طيب البري نيتال الاشهر هو الكونجنتال انفكشن اللي هو الكل بيسال عليه، التورش اللي هو التوكلازما، الروبيلا، السيتوميجال، مش عارف الحاجات اللي هي بتعدي ترانس بلاسنتا، بتعدي ترانس بلاسنتا من الام للطفل تعمله كونجنتال انفكشن. او ممكن يبقى بري نيتال نتيجه ان الولاده لسه جوه، اسندنج انفكشن من الفاجينا. طب ما هو في عندك امنيوتك، عندك ممبرينز محوطه الطفل، لا يفضل بقى علشان الاسندنج انفكشن ده يعمل عدوى للطفل يكون في بريماتيور رابشر في ممبرينز، الممبرين مرابشره قبل الطفل ما يتولد، المفروض الممبرينز بترابشر في حدود 6 ساعات 8 ساعات قبل ولاده الطفل، لو الممبرينز دي رابشرت اكتر من 18 ساعه والطفل ستيل ما تكون جوه، ده بيدي فرصه تشانس للميكروبس اللي موجوده في الفاجينا الكولونايزنج الفاجينا بتاعت الام انها تطلع وتعمل عدوى للطفل اللي نايم جوه. طبعا هيكون حتى الاميتيك فلويد بدا يتسرب وينزل اللي هو بروتكتيف، والطفل يبقى عرضه ان يجيله انفكشن من بريماتشور رابشر اوف ميمبرين. اشهر اورجانيزمات بتبقى لها القابليه دي هي الاورجانيزمات اللي بتبقى انهابيتنج اللي هو الجي اي تي بتاعت الام، واللي بتعمل انهابيتنت الطبيعيه للفاجينا زي الايكولاي والجروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. جروب بي مش جروب ايه بقى بتاع الروماتيك فيفر، وال جروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي بيسموها جيبس، جيبس جي بي اس، مشهوره اختصار مشهور حتى لو كتبته في امتحان معروف.
جروب بي بيتا هيموتيك ستريبتوكوكاي او اي كولاي، ودي بتبقى نورمال انهابيتنت موجوده تحت في المنطقه بتاعه الفالفا او جايه من الانتستين بتاعه الام، تقدر تعدي وتدخل تعمل عدوى للطفل. ممكن الانفكشن يبقى نيتال، نيتال يعني اثناء الدليفري، وهنا غالبا الولد هياخد العدوى من خلال انفكتد امنيوتيك فلويد او انفكتد فاجينال سكريشنز موجوده وهو نازل، الولد ده عمل لها اسبيريشن وخد. بعض اشهر الاورجانيزمات اللي في القصه دي هيبقى الجروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، وداخل معانا الاي كولاي. خدوا بالكم ان الاي كولاي والجروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي مينلي جايين من الام لمين؟ للطفل. واخدين بالكم؟ هنعرف ان شاء الله في تقسيمه السبسس بعد كده ان الاورجانيزمات اللي بتيجي تعمل انفكشن بدري قوي بتعمل حاجه اسمها ايرلي اونست سبسس، والاورجانيزمات اللي بتيجي للطفل متاخره بتعمل حاجه اسمها ليت اونست سبسس. هنلاقي ان اكتر اثنين مسؤولين عن ايرلي اونست سبسس هم التو اورجانيزمز اللي الطفل فيهم، يا اما وهو جوه يا اما وهو نازل، اللي هم مين ومين بقى؟ الاي كولاي والجبس. دول اشهر اثنين يعملوا ايرلي اونست سبسس، وزي ما انت شايف اهوت، لان المود اوف ترانسميشن بتاعهم بيبقى من الام الى الطفل، وبالتالي العدوى بتاعتهم تظهر في اول اسبوع من ولاده في الطفل. في حاجات ثانيه ممكن تعدي الجونوكوكاي، زي ما انتم عارفين بيعمل ايه؟ بيعمل سيرفيسايتس، بيعمل فاجينايتس، الجونوريه، واخد بالك؟ دي رير، يعني ده كسكشوال ترانسميتد ديزيز، ده ما عادش يعني رير مش كومن. الكانديدا، وان شاء الله لما تاخدوا نساء ولاده هيقول لحضرتك ان الامهات البريجننت الفاجينا بتاعتهم بتبقى اجود ميديا فور كانديدا، وهتعرفوا ليه ان شاء الله، حتى لها بريدسبوزنج فاكتور، بيبقى البي اتش بتبقى بتاعتهم تقريبا الكراين، واخد بالك؟ وده بيفيفر الانفكشن بالكانديدا وهكذا. والمفروض ان الام وهي بتعمل فولو اب عند دكتور النساء كل ما يروح يلاقي في كانديدا الانفكشن ان هو يديها ايه؟ الفاجينا سبريتورز والحاجات دي كلها. لكن لو افترضنا ان الام كانت نجلكتنت والولد ممكن اسبايريت، الكانديدا ممكن تتعبه، ولا سيما ان الطفل ده اميون كومبرومايز لو كان الولد اللي نازل ده عنده اميون ديفيشنسي. يبقى الاشهر يا جماعه يبقى عندنا الجبس والايكولاي، ريرلي انك انت تلاقي الجونوكوكاي في ظروف معينه، لو كانت مثلا الام كانت قبل كده سيكشوالي اكتف مع اكتر من بارتنر، او الكانديدا، والكانديدا برضو يعني ظروفها مش هتبقى نوت سو كومن. البوست نيفال انفكشن هنتكلم عنه ان شاء الله بعد كده، الاورجانيزم بتاعته عنيفه جدا، ستاف، كليبسيلا، سودوموناس، حاجات ان شاء الله زي ما هنشوف هنلاقيها very powerful organisms and very virulent organisms، ودي بيكسبها الطفل يا اما من الانفايرمنت من بره يا اما من المستشفى. دي على فكره مقدمه just introduction للنيتال سيبسس. ناخد النيتال سيبسس موضوع فيتك في الامتحانات لا يخلو منه امتحان خالص. تابع من الثاني؟ لا نيرلي، هتلاقيه تقريبا نيرلي فيري كلوز. نيتال سيبسيميا كان له تعريف كلينيكال سندروم كاركترايزد باي سيستميك النس ويز دوكيومنتيشن اوف انفكشن، ده اللي موجود عنده. التعريف ده كان بيحبه جدا الدكتور ممدوح جعفر، وفي السعوديه بقاله اكثر من كام سنه. وبالتالي نرجع بقى للتعريف العادي اللي هو النيونيتال سيبسيميا هو عباره عن سيريس سيستميك النس ان نيوبورت. فاكرين انتوا السيبسيميا اللي انتوا حطوها زمان في الميكروبيولوجي ان هو سيركيوليشن اوف ذا اورجانيزم اند مايكروب اند اورجانيزم ان ذا بلاد، ده اسم مايكروبيولوجي يعني مش اكتر براكتيك. هو اي عدوى للطفل عامله سيستميك انفكشن ضربه كذا سيستم في نفس الوقت او ديفيوز انفكشن جوه جسم الطفل، واخدين بالكم؟ هنقول ده نيونيتال سيبسيميا. في حوالي 40% اوف كيسز النيوتال سيبسس دي تو اسوشيتد مع المنجايتس، وفي حوالي 25% اوف كيسز بيبقى اسوشيتد مع نمونيا او يورينري تراكت انفكشن. النيوتال سيبسس بتنقسم على حسب التايمنج بتاعها والريسك فاكتورز والكومنست اورجانيزم الى مجموعتين كبار. ايرلي اونست سيبسس وليت اونست سيبسس. الايرلي اونست سيبسس المشاكل بتاعته الطفل غالبا بياخد العدوى من امه، ركزوا معايا، الطفل بياخد العدوى من امه، وبالتالي الكلينيكال بيكتشر بتاعت هذا النوع من السيبسس تظهر في الاسبوع الاولاني بعد الولاده، لانه خد العدوى فين؟ يا اما هو جوه يا اما هو نازل.
فالعلامات تظهر في اول اسبوع، يبقى ده بيظهر في الفيرست ويك. نيلسون كاتب في اول 5 ايام، لكن احنا خلينا على الكلام المتعارف عليه في الاسبوع الاولاني. الليت اون سيبسز، الطفل بياخد العدوى مش من امه، لو كان خدها من امه كانت ظهرت امتى؟ ايرلي. بياخد العدوى من المجتمع اللي حواليه او من المستشفى، يا اما كوميونتي يا اما هوسبيتال. فالكلينيكال بيكتشر بتاعته بتظهر بعد الاسبوع الاول، بعد الاسبوع الاولاني من عمره، في الاسبوع الثاني او الثالث او الرابع. ماشي؟ لما تيجي تبص للريسك فاكتور هتلاقيها معظمها ماتيرنال فاكتورز باستثناء الفاكتور الاولاني اللي هو البريماتيورتي. ان شاء الله لما نيجي ناخد البريماتيورتي اقول لك ان هو عرضه للانفكشن لكذا حاجه. اولا ديليكت سكين، ثانيا اذا كنت انت بتتكلم ان الطفل النيو فورن العاده عنده ديفكتيف اميون سيستم، فما بالك بقى بالطفل البريماتيور اللي اتولد قبل ما ياخد الفول اميونيتي بتاعته، يبقى مور اند مور اند مور اميون ديفيشنت. فالبريماتيورتي هي ريسك فاكتور اساسي في الايرلي اونست سيبسز وفي الليت اونست سيبسز. بريماتيور عرضه للايرلي اونست وعرضه للليت اونست. بقيه الريسك فاكتورز اللي جايه بعد كده، بقيه الريسك فاكتورز كلها حاجات ماتيرنال. ونفتكر كلمة بي سي ام. بي بريماتيور رابشر اوف ميمبرين، لو الميمبرين بتاعة الأم رابشرت قبل طبق أكتر من قعدت أكتر من 18 ساعة مرابشرة. سي كوريو أمنيونايتس. ام ماتيرنال انترا بارتم فيفر أو ماتيرنال بكتيريوريا أند يو تي أي، ما لما يبقى عندها بكتيريا ويو تي أي هتنزل الميكروبات من عندها فين؟ في المنطقة اللي تحت. صح كده؟ وبالتالي الطفل وهو نازل ممكن ياخد لحسه بقى من الايه؟ من الميكروبات اللي موجوده وياخد العدوى دي. يبقى الريسك فاكتور بتاعه الايرلي اونست سيبسز بالاضافه للبريماتيورتي بي سي ام، بريماتيور ابشر في اكتر من 18 ساعه، كل امنيونايتس، التهاب او عدوى موجوده في في الكوريون والامنيوتيك فلويد والامنيون الممبرينز اللي كفرنج الطفل من جوه، وبالتالي هيبقى ما فيش احسن من كده ان الميكروب موجود حواليه حتى في الامنيوتيك فلويد اللي هو بيبلبعه. ام ماتيرنال انترا بارتم فيفر وماتيرنال بكتيريوريا او ماتيرنال يورينري تراكت انفكشن، دي كلها ريسك فاكتور ان الطفل ده ياخد العدوى من الام ويعمل ايرلي اونست سيبسز. الليت اونست سيبسز بالاضافه للبريماتيوريتي مشاكل الطفل مكتسبها من المستشفى من حواليه. اول حاجه هي على فكره الظريف اللي فعلا زي ما دي بتتحفظ بالبي سي ام، دي بتتحفظ بكلمه ايشن هوسبيتاليزيشن. ولما دخل المستشفى ها تركب له امبليكال كاستر، كان امبليكال كاسترايزيشن، والطفل كان كريتيكالي ايل واحتاجنا نحطه على جهاز تنفس صناعي، فعملنا له انتيوبيشن، وبعد كده حطيناه على ميكانيكال فنتليشن. ده كلها حاجات بتنتهي بكلمه ايشن، احفظها سهله جدا، وكلها حاجات الطفل واخدها منين؟ من المستشفى او واخدها من المجتمع بره، بعيد خالص عن امه. الميكروبس اللي بتبقى موجوده في الايرلي اونست سيبسز هي ميكروبس اللي كانت بتبقى موجوده يا اما كولونايزنج نورمال الفاجينا، يا اما نازله من اليورينري تراكت، يا اما نازله من الانتستين، زي الجروب بي بيتا هيموتيك ستريبتوكوكاي وزي الايكولاي. جروب بي بيتا هيموتيك ستريبتوكوكاي وزي الايكولاي وزي الليستيريا مونوسايتوجين. يمكن الجروب بي بيتا هيموتيك ستريبتوكوكاي اول مره تسمعوا عنها، ومش هتسمعوا عنها تاني غير هنا، لان كل الستريبتوكوكاي اللي هتيجي بعد كده في اي مكان هي جروب ايه بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، لكن دي جروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. الايكولاي هتسمع عنها مره ثانيه في الدايريال ديس اوردرز، لكن الليستيريا مونوسايتوجين مش هتسمع عنها ثاني هنا بس. الليستيريا مونوسايتوجين هي عباره عن جرام بوزيتيف باسيلاي، شبه الدفتيريا كده، جرام بوزيتيف باسيلاي، بس دي نون سبور فورمنج، الدفتيريا كانت بتبقى عامله سبور فورمنج. ماشي يا جماعه؟ ها؟ يبقى عندنا ثلاث ميكروبات، جروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي وايكولاي والليستيريا مونوسايتوجين، والليستيريا مونوسايتوجين دي عباره عن جرام بوزيتيف باسيلاي، عشان بس الاسم انتوا ما سمعتوش قبل كده. الميكروبات اللي موجوده في الليت اونست سيبسز فيري فيرولنت اورجانيزم، ستاف، كليبسيلا، سودوموناس، ممكن يبقى فيه فايرال انفكشن، ممكن يبقى فيه كانديدا انفكشن، ممكن يبقى فيه فايرال وفي كانديدا انفكشن.
من ضمن الريسك فاكتورز كمان اللي ممكن تبقى موجوده في الليت اونست سيبسس ما قلناهاش، قلناها في الانترودكشن في الاول، الاناتوميكال ديفكت زي المينجومايلو سيل، زي السباينا بيفيدا، زي التراكيوسوفجيال فيستولا، دي كلها حاجات ممكن على اللونج ران تعرض الطفل الى انفكشن. طبعا ده هياخد وقت، مش هيظهر في الاسبوع الاولاني، فيظهر بعد الاسبوع الاولاني فنسميه ليت اونست سيبسس. يبقى عندنا السيبسس يا اخوانا مجموعتين، ايرلي اونست في الاسبوع الاولاني، ليت اونست بعد الاسبوع الاولاني. الايرلي اونست مشاكل جايه من الام، الميكروب جاي من الام للطفل، فوبالتالي الريسك فاكتور بتبقى من الام للطفل. ماتيرنال بريماتيور رابشر اوف ميمبرين، كوريا اميونايتس، ماتيرنال فيفر، ماتيرنال بكتيريوريا. في الليت اونست سيستم بيحصل بعد الاسبوع الاولاني، المشاكل بتبقى جايه من الايه؟ من المستشفى. هوسبيتاليزيشن، فنتيليشن، انتيوبيشن، كاستريزيشن، بالاضافه الى الكونجنتال ديفكت ممكن تبقى موجوده في الطفل. الميكروبات اللي هنا ثلاثه، جيبس، ايكولاي، ليستيريا. الميكروبات اللي هنا المين ثلاثه، ستاف، كليبسيلا، سودوموناس، حاجات كلها فيري فيولنت، وموسلس انفلونزا، حاجات كلها عنيفه جدا ومعظمها جرام نيجاتيف على فكره، بالاضافه الى الاستافيلو كوكاي، ممكن الكانديرا وممكن الفيرال انفكشن. تمام. كلينيكالي حصل تغيير في الحته اللي جايه دي. بقول لحضرتك وجود ريسك فاكتور واحد او اكتر في طفل نوت دوينج ويل، ايفن لو كان طفل محطوط على جهاز تنفس صناعي، واخد بال حضرتك؟ وجود اكتر من ريسك فاكتور، وجود اكتر من ريسك فاكتور، وطفل عنده مثلا ميتابوليك اسيدوزس مش عارفين سببها ايه، شك ان الولد ده سيبسس انتل بروف اذروايز. هي الفكره يا دكتور، وجود اكتر من ريسك فاكتور في طفل لسه مولود نيونات، واخد بالك، لازم تعتبر ان الطفل ده سيبسس انتل بروف اذروايز، لان العلاج سهل، علاج السيبسس انتي بايوتكس سهل. في نقطه هنتكلم عنها بعد شويه، كنت مره في مستشفى طوارئ من سنه 99 سنه 2001، كان شغال معايا مدير المعهد القومي، نائب رئيس المركز القومي للبحوث دلوقتي اسمه اشرف شعلان، نائب رئيس المركز القومي كده غلط عشان خلاص ده طبعا راجل شخصيه محترمه جدا، وعلمني ازاي اعالج النيونيتال سيبسز، لان انا كنت بعالج النيونيتال سيبسز بسيرب، يعني كنت انا بكتب للاطفال اللي عندهم نيونيتال سيبسز هاي كونسيل شراب وحاجات شراب. هو علمني ان ما ينفعش انك انت تعالج النيونيتال سيبسز الا ببارنترال انتي بايوتكس. يبقى كده اول حاجه، وجود اكتر من ريسك فاكتور واحد، والله شخصيه كبيره ده ممكن يبقى وزير، بوجود اكتر واحد او اكتر من الريسك فاكتورز، واحد او اكتر من الريسك فاكتورز في وجود طفل دوينج ويل عنده شويه ميتابوليك اسيدوزس، لازم تشك ان الولد ده عنده سيبسس انتل بروف اذروايز، هتمشيه على انتي بايوتيك بارنترال انتي بايوتيك بروفلاكتيك لمده 3 ايام لحد الكالتشر ما ترجع لك تقول لك هو عنده ولا ما عندوش. دي قاعده اساسيه. يبقى انا بتكلم على ريسك فاكتور حتى ايه وانا مش شايف حاجه قدامي. النقطه الثانيه، العدوى اللي بتحصل في الاول في الطفل في الاول الميكروب بيبقى ديفيوز في جسمه سارح، وبالتالي بيبقى نون سبيسيفيك مانيفيستاشن. الامور بتبقى في الاول فيج سيمبتومز، ايفن لو كانت سيمبتومز دي فيها شويه ريسبيراتور، شويه جي اي تي، شويه نيورولوجي، لكن ما بتبقاش حاجه محدده وواضحه في الاول. بعد الاسبوع الاولاني او العدوى اللي بتيجي ليت اونست سيبسز، بيبقى الميكروب خلاص سيتلد في مكان ما، فيبقى الولد جاي لك يا اما فوكال مانيفيستاشن، اورجان معين هو اللي مضروب، او ممكن يكون الولد جاي لك بالكومبليكيشن، كومبليكيتد كيس. يبقى في الايرلي اونست سيبسز نون سبيسيفيك مانيفيستاشن، حتى بيسموها كلمه كبيره كده يقول لك الطفل نوت دوينج ويل، الولد ده مش على بعضه مش طبيعي. اول ثلاث علامات تقول لك ان الولد ده مش طبيعي، اول حاجه الولد ده يبقى ليثارج وانكريزد سليبنس، اللي هم تقول لك ما بيصحاش ده نايم باستمرار وليثارج. تاني حاجه تيجي تعمل انت الريفلكسات المور ريفلكس والساكلينج ريفلكس، لا امبيرد او ممكن ما تبقاش موجوده، سلاجش او امبيرد، مظبوط؟ تيجي تحط ايدك على تقيس الحراره بتاعته عندهم ان ستيبل تمبريتشر، زي ما احنا عارفين الانفكشن بتعمل هايبر ثيرميا. لا، الاطفال النيونيت حديث الولاده عندهم اندر ماتيوريتي او اماتيوريتي للثيرموستات، فبيستجيبوا للعدوى بهايبو ثيرميا. هايبو ثيرميا على فكره فيري انجوريوس عن الهايبر ثيرميا. يعني لك ان تتخيل ان انا لو جيت عليك مره واحده نزلت درجه حرارتك اقل من 28 ممكن احافظ عليك كده وانت كل الاجهزه بتاعتك مش شغاله، بس بشرط ان انا نازل درجه حراره الكورت مش عندك اقل من 28 مره واحده. ما حدش يقول لي الكورت امبريتشر بتاعتي انا تمام دي بتنزل لدرجه الزيرو. لا، الكورت امبريتشر درجه حراره الدم بتاعتك.
لو نزلت اولف فاضل 8 تحت 28 ممكن ايه نحافظ عليك كده، وممكن مثلا بعد 10 سنين نرجع درجتك تاني فتفوق من تاني. متخيلين النظريه دي؟ تعرفوها ان شاء الله في الـ في الـ في الدراوننج. لو واحد غرق في حته فيها جليد، غرق خالص بس بشرط ما يبقاش حصل اورجن انجري، ما حصلوش اسبيريشن، غرق ونزل مره واحده في حته جليد ممكن يعيش. لو طلعته بعد خمس ست ساعات وعملت له دراوننج بطريقه معينه ممكن يعيش، بس القصه دي رير يعني، ما سمعتش عن حاجه قبل كده بنفس الوضع ده خالص. الهايبوثيرميا يا جماعه فيري انجوريا زي ما بقول لكم، مش عايزين ندخل في التفاصيل. الهايبوثيرميا فيري انجوريا ده كان سؤال جالنا في الام دي اللي فات، حاجه اسمها دراوننج اند نير دراوننج، هكلمكم عنها في الاخر خالص للناس اللي عايزين يعرفوا معلومات زياده. بقول لحضرتك الهايبوثيرميا فيري انجوريا بمعنى ان البرين ما يقدرش يتحمل درجه حراره اقل من 32، درجه حراره الدم 32 البرين بيحصل له الريست، برين الريست بيقف خالص. فالهايبوثيرميا اسوء بكتير جدا من الهايبر ثيرميا. 60% اللي عندهم هايبوثيرميا وبالتالي 40% ممكن يبريزنت بهايبر ثيرميا. وعايز اقول لكم على حاجه، ان الهايبوثيرميا از ا جريت ساين وايل هايبر ثيرميا از ا جود ساين. الهايبر ثيرميا بتقول ان انت اميون كومبتنت، قادر انك انت تقاوم الميكروب وتطلع بيروجين ومش عارف ايه، والبيروجين ترفع درجه الحراره، فانت عندك ها ما هو الفيفر دي ديفنس ميكانيزم. لكن الهايبوثيرميا از ا جريت ساين، علامه سيئه جدا ان الولد ده دي كومبنسيتد في مواجهه الانفكشن ده. دول اول ثلاث علامات في الاول. بعد كده شويه نون سبيسيفيك ريسبيراتوري مانيفيستاشن، يبقى ممكن يبقى عنده ريسبيراتوري ديستريس، تاكيبنيا، تاكيكارديا، تاكيبنيا جرانتنج، هناخدها ان شاء الله في التشست بعد كده، فليرنج لل الانزاي ديستريس، ريسبيراتوري ديستريس لحد جريد 4 ما يوصل للفاينوليز. ممكن يبقى عنده ريجولار ريسبيريشن وابنيا، النفس بتاعه مضطرب وفترات النفس بتاعه بيقف، كلها علامات نون سبيسيفيك، ما احناش حاطين ايدينا في فوكال انفكشن معين. ممكن المانيفستيشنز عنده تبقى نيورولوجيك مانيفستيشنز في صوره سيزرز بيتشنج لسبب غير واضح، مش عارفين هو ولد بيسرج كبور ريفلكس وكل شويه عمال يتشنج بشكل كده، احتمال يكون داخل على مننجايتس، في مننجايتس داخل على مننجايتس. سيزرز اريتابيليتي، امبيرد فيدنج مش عارف يرضع، لان الفيدنج ريفلكس اللي انا قلت لكم عليه السكلنج ريفلكس ده امبيرد، وبالتالي الطفل ده ما بيبقاش عارف مش عارف يرضع. ممكن يبقى عنده جاسترو انتستاينال مانيفستيشنز، اول علامات الجاسترو انتستاينال مانيفستيشن الفيدنج انتولرانس، الولد بياخد الرضعه ما بيصرفهاش، تيجي تشفط له اللي موجود في المعده تلاقي عنده جاستريك ريزيدوالز، يعني المفروض ان انا اديته مثلا 10 سم رضعه، اجي بعد ساعتين قبل ما ارضعه اشفط كده اشوف الاطفال بالذات الاطفال البريماتيورز، اشفط كده اشوف الولد ده صرف الرضعه دي ولا ما صرفهاش، الاقي ال 10 زي ما هم، يبقى دي بنسميها جاستريك ريزيدوالز او فيدنج انتولرانس، لا يجيد التعامل مع الايه؟ مع الرضعات. بيبقى عنده هايبوتونيا في الانتستاينال ماسلز من جوه، وبالتالي لما تيجي تسمع